في ليلة من ليالي مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام مضطجع في بيت أم هانئ، أتاه آت فأيقظه، وهيئة كخيال تراءت له. تبعه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الكعبة، فإذ بالبراق أمامه، دابة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، حافرها كمد البصر. ركبها النبي فاهتزت، فنادى مناد فقال: مهن يا براق، فوالله ما ركبك مثله. حمل البراق المصطفى لرحلة سماوية إلهية رسمت ملامح هذه الأمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ودخل الجمع الإلهي النوراني بيت المقدس، محمد وجبريل عليهما السلام، اثنان في العدد، ولا عدد يكفي قدرهما في الأرض والسماء. ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق، ثم أقام الصلاة بأمر من الله إماما بالأنبياء. لم يكن حلما جميلا وقع في قلب النبي، ولم تكن خاطرة خطرت في قلبه الطاهر، بل كانت رأي العين والحقيقة، واجتماعا واقعا مجسدا في البقعة المباركة. أتي لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالمعراج، وهو سلم لم يرى المصطفى شيئا أجمل منه. يقول صلى الله عليه وسلم: انطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستأذن فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فيفتح لهما الباب، ويستقبلهم آدم عليه السلام كهيئته يوم خلقه الله، فيقول له جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فيسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي الحبيب مع جبريل للسماء الثانية، ويقابلان ابني الخالة يحيى وعيسى، فيسلم عليهما ويردانه السلام، ويكملون الصعود للسماء الثالثة، وفيها الذي أوتي شطر الجمال يوسف عليه السلام، فيسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السماء الرابعة يلقى إدريس عليه السلام، وقد رفعه الله مكانا عليا، فيسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويلقى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الخامسة المحبب في قومه هارون عليه السلام، فيسلم عليه ويرده السلام. ويصلون للسماء السادسة
فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: من هذا؟ فيرد جبريل: هذا أخوك موسى بن عمران. فيسلم عليه النبي، وحينما يتجاوزانه يبكي، فيقال: ما يبكيك؟ يقول: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم يصلان للسماء السابعة، وفيها أبونا إبراهيم ساندا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن الرجل، فيرد جبريل: هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن. فيسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، والله إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 10، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. آن أوان نهاية رحلة المعراج وبداية رحلة العودة.